الإناقة اليوم السبت 24 يناير 2016 في وادي الليل شمال لمجلس النهائي قتلت النقابة الديمقراطية الجماعية المحلية وعضو الفيدرالية الديمقراطية الشرقية في ظروف استثنائية نعرفها جميعا تتعلق أولا بالإجهاد إجهاد الحكومة على حقوق وحريات الشغيلة الجماعية على الشغيلة بصفة عامة وزراء طبقة عاملة وعموم المأجور هذا السياق هذا بطبيعة الحال تدرس الإخوة المسلمين الإقليمي السياقات التي ينعقد فيها المجلس الإقليمي وهي تتعلق أساسا بتدهور القدرة الشرعية، سيادة الأنصار، سيادة الديون الخارجية، اعتماد إصلاحات أو ما يسمى بإصلاحات صندوق التقاعد، صندوق المقاصة، كذلك تحدثنا كذلك على برنامج مواجهة هذا المد أو مسلسل الإجهاز على حقوق الشغيلة والطبقة العامة كذلك ذكرنا بطبيعة الحال صدرنا التضامن مع جميع الاحتجاجات اللي كتعرف كل المدن المغربية آخرها الوقفات والحركات الاحتجاجية من منطلق القناعة ديالنا القيم الميدالية والأساس من أجلها الفيدرالية الديمقراطية كذلك كان لازم تدرس وضع تنظيمي وتقييم وضع تقييم المرحلة السابقة كان هناك إخفاقات ولكن هناك نجاحات كثيرة تحقق ذلك المبادة على طول هذه المسافة الزمنية اللي قطعناها منذ انتخاب المكتب الإقليمي الجديد المكتب الإقليمي والإجهزة والإجهزة النقابة الديمقراطية للجمعية العالية والدائرة إذن كانت وحدة لدراسة إخوان مخططة للتنظيم والتنظيم والبرامج الإنشائية وإلى غير ذلك من النقاط التي خطرت في بالنا واهتمامنا بهذا الإقليم إذا لنا موعد بطبيعة الحال وهذا اللي خرج به المجلس الإقليمي في مواعيد وتواريخ محددة أولا انخراط في جميع المعارك جميع التظاهرات والاحتجاجات التي يعني تطلع بها الفيدرالية الديمقراطية خاصة المسيرات والوقفات الاحتجاجية والإطراف العام الوطني في الوظيفة العمومية في الجامعة المحلية كذلك الانخراط التضامن بالمشاركة والمساهمة مع جميع الفئات التي تحتج ضد سياسة التهميش والإقصاء والتقطيع إذا نحن منخرطون كتنظيم تقدمي ديمقراطي وجماهيري ووحدوي كل العناوين المرحلة.